اسره المحترف وكل الناس الموجوده في قناه النادي الاهلي بتقول للكابتن محمود الخطيب كل سنه وحضرتك طيب. اسطوره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بيتم عام 68، ربنا يديك الصحه كابتن محمود الخطيب، رمز من رموز النادي الاهلي، مش النادي الاهلي بس، رمز من رموز الكره المصريه والافريقيه. الكابتن محمود الخطيب ما بين قوسين المحترم المهذب، كابتن محمود الخطيب أسطورة كرة القدم في مجال الكورة وفي مجال الإدارة كرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. كل عشاق النادي الأهلي بيقولوا لحضرتك كل سنة وأنت طيب يا كابتن، كل سنة وأنت دايما محمود، كل سنة وأنت دايما طيب ودايما في صحة إن شاء الله، وتكون يعني بإذن الله سنة سعيدة على حضرتك.